استخدمها. وديجا احنا اليوم في كونفينمون توتال ما بين البارح واليوم. الشخص اللي استدعاك قال لك ديجا واحضر من غير بريجوجي، من غير احكي مسبقه، كون حاضر وخذ بلوك نوت وستيلو واسمع وكون منتبه جدا. وفيما بعد عندنا كيستيون ريبونس للحضور باش يسالوا واحنا نجاوبهم في كل رحابه صدر. هنا باش نحكي لكم شويه على مسيرتي انا الصغيره. عندي عام بالضبط من ديك البزنس هذايا. قبل ما نبدا في البزنس هذايا شنو اللي صار؟ انا قبل ما نبدا في البزنس كنت نخدم تكنيسيان اغريمونتير كونترول كاليتي في معمل تاع كيك وميم طون شيف. في الوقت هذاك كنت نخدم اموري واضحه كيما الناس الكل. جات في كورونا، جاي كونفينمون، الناس الكل قعدنا اوبليغاتوار علينا في الدار، قعدنا ما بين ليله ونهار، مش مساسين بالحسره، اوبليغاتوار علينا. استانسنا وقعدنا محصورين، قد نخدمنا كيما فقدت انا، قعد السالير ماهوش يمشي بالطبيعه، مانيش نخلص، قعد الكرا يمشي، المصروف يمشي، هذاك الكل يمشي، لكن ما عندي لا باش نخلص لا باش نصرف. وليت نتسلف الفلوس والكراي كل يوم اعطيني فلوس اعطيني فلوس، قلقت على وقتها ما جيتش حل في الوقت هذاك وما فكرتش اصلا في الحل. قعدت عجبتني قاعده نقولوا في الدار. هناك رجعنا بعد الكونفينمون في اول جوان الدنيا تتحل بشويه، ورجعت ثاني للخدمه مع ايكيب صغيره اللي رجعها صاحب المعمل. قلت سهي هاي باش تبدا تفرج الامور وتنبدا نخلص الجون والحمد لله. لكن اللي راني في داون دو جوان عاود سكر صاحب المعمل. علاش؟ خاطرش مازالت الولايات مسكره بين بعضها، عملنا له ستوب به وهو ماهوش يعني قادر يبيع. اللي ديجا رفضتكم به اللي انا خدمت برشا في دوميني وغير دوميني بالانفورماتيك وبالاغرو اليمونتير، لكن ما كنتش ساتيسفي ابدا بالخدمه ديما 6 شهور عام ماكسيموم وبكل. علاش؟ اولا كيف تخدم فيها ماكش عليك، تبدا تخدم انت على حسابك، يعني عباد ما همش في نفس المونتاليتي نتاعك، ديما تخدم ما يعاونوكش، حطوا العصا في العجله، تعطي لا صحه لك تغفيرك، وان بليس ديما دي فوق من هذا الكل اللي يقلقك السالير اللي انت تاخذه، ما يعطوكش السالير اللي انت تحب عليه، تلقى روحك ديما متقلق، ديما فادي، ديما تبحث على فرص اخرى، وديما نلوج ونطلع انا. فريد الكونفينمون كما قلت لكم قعدت في الدار، وبعدها كي رجعت للخدمه وقفنا صاحب المعمل. هنا تقلقت برشا لاني انا عامله بروجرام باش نخلص الديون اللي عليا باش نخلص الكرا، لكن هذاك الكل اللي عملته طاح في الماء لانه الصليب باش يجي ناقص برشا. وقت اتصلت بصاحبتي وكانت عندي فكره اللي هي تخدم في سوسيتي على الانترنت، قلت لها نحب نكون مع خوتكم زاده بالحديث في سوسيتي هذه انا داخله فيها قبل، لكن استهزأت بها وقلت ليه ما نخدمش فيها، انا نتاع الشيء هذا، انا نتاع كتالوج وبرودوي ورويق الكرم هذا، ابدا انا ما نخدمش فيه، مش جو مش نتاعي، ومش من نقول مش من قيمتي انا. تخيلوا ان هذيك الكل عامين كاملين، انا اكثر من عامين مستهلك في برودوي وعجبني برودوي ساتيسفي بيه على الاخر، زيد ننصح فيه انا صاحبتي في مستعمل الكرون ننصح فيه. هنا بعدها كي بديت كي جيت نشوف وبحثت بالبدا وقاعد نتبع في السوسيتي، قلت ما فهمنا كان الحل هذا في الوقت هذا، يعني ندمت برشا وقلت صواب برشا اللي انا في وقت ما استهزأت ورفضت الفرصه وقت اللي قدمت لي. 22 جوان وقت اتصلت بصحتي قلت انا نحب نكون معاك في الكيت نتاعي، قلت انا ديزولي انا مش موجوده في تونس، بعد غدوه نرجع. بعد غدوه كان اللقاء بها هي والكوتش بيرسونيل نتاعها اللي كان فيما بعد هو الكوتش بيرسونيل نتاعي واللي خدمنا في قبل بعض يعني قبل يعني ما بعضنا في كيب واحدة. هنا سألته قلت له بيني وبينك من غير ماسك من غير بوندويت من غير شيء، أعطيني إيش قاعد تعمل أنت توا في السوسيتي هذه اللي أنا عندي عام بالضبط والسالير متاعي في زوز الليل. وقتها وكي قال لي السالير متاعي مش سالير البريم متاعي في زوز الليل، قعدت أنا حالة أمي هكا قلت له في عام عملت سالير يعني بريم زوز الليل اللي إحنا في سوسيتي أخرى قبل خدمناها مع بعضنا، قعدنا اكثر من عامين ما عملناش ربع اللي عملته انت في عام. قلت له كيفاش؟ قال لي مستعد تطبق سيستم يخول لك انت يعني من 9 شهور ل 12 شهر تخلص مليون وزوز مليون بساعتين حتى الاربع سوايع خدمه. قلت له ايه مستعده جدا، وانا باش نكون مش في 8 من 9 حتى ل 12 شهر، انا باش نوصل للجراد هذاك او للهدف هذاك في 8 شهور. يبقى بديت نخدم وبديت نطبق السيستم نتاع السوسيتي باش نتعرف عليه بعد شويه شنو اللي ينجحك وكل شيء.
جيت روحي في 3 أيام رجعت راس مالي اللي عليا، وجيت روحي كذلك في 3 أيام بعت برودوي 570 دينار وتوشيت في إيدي 235 دينار. ووقتها فرحت على الآخر، فرحت ومن طون قمت وقلبي وجعني على الفرصة اللي ضيعتها. هنا نقول لكم خليكم منتبهين برشا توا باش نشوفوا الفرصة هذه اللي تقدمت لي واستهزأت بها أنا ورجعت بعد نبحث عليها، وهي اللي كانت غيرت لي غيرت لي حياتي وغيرت حياة برشا عباد. هنا سوسيتي اللي نحكيو عليها هي سوسيتي أربيا ناتور. أي نعم، أربيا ناتور هي شركة تونسية، احنا كيما شركة تونسية بدأت سنة 2013 12 برودوي أكاهو براس مال 30,000 دينار. أي نعم، كي نقولوا راس مال 30,000 دينار يجو نشوفوا توا كيفاش تبدا مشروع حتى صالون دو تي صغيره، راس المال نتاعها ما اقلش من 150 مليون في وقتنا توا. باش تبقى ترجع انت المرابح نتاعك لازم تصبر على الاقل 5 حتى 6 7 سنين باش تبدا ترجع راس المال نتاعك. هنا سوسيتي كيما قلنا بدات سنه 2013 12 برودوي كاهو، في سنه 2018 وتحصلت على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001 في المانجمنت والكاليتي. كذلك في شيفر دافير تحصلت عملته في 2018 20 مليار. نعم 20 مليار. 2019 عملت شيفر دافير 50 مليار، وفي 2020 يعني فاتت 100 مليار. يجي نشوفوا احنا سوسيتي بديت براس مال 30 ألف دينار يعني 30 مليون، يعني باش تلقاها بعد في العام الخامس عملت شوف قديش ضاعفت. يعني نجم انا وقتها كي سمعت الشفرة هذيك ما صدقتش، قلت مادام السوسيتي وصلت للشفرة دافير هذيا في العام الخامس اكاهو اكيد فما سر، والسر باش نعرفوه بعد قليل. ركزوا معنا شويه، السوسيتي هنا عندها 4 مقرات، المقر الرسمي سيج سوسيال في دار شعبان الفهري في نيم، عندها أجانس في جريم دافيس فيرس وأجانس في الشرقية الأولى في تونس، وكذلك عندها أجانس في الجزائر في ولاد فايت كما تشوفوا فيها قبل راجع نزلنا نحكي في ولاد فايت في الجزائر هنا، ودخل في سوسيتي للعالمية من بابها الكبير. والجزائر هي أول دولة عربية معنا، وسوسيتي هي أول دولة عربية في البيع المباشر وأول دولة تونسية هنا. كذلك ماهيش باش تقف عند الجزائر كهو، باش تتواصل تما بروجرام تاع 6 سنوات القدام باش تكون موجوده في اكثر من 50 دوله. هنا كي قلنا وصلت سوسيتي عملت لي شيفر دافير هذوكم في سنوات قليله جدا، يعني اكثر يعني من الشركات الكبار في العالم، اكثر من دار المرسيدس من دار الفورد اللي عملت هي في الوقت القياسي هذه أربيا ناتور. واش راجع هذا الكل؟ أكيد جداً فما السر هو في المنتوجات نتاعها اللي هي منتوجات طبيعية تتكون من الألوفيرا وزيت الأرغان. هذا المكونين الرئيسيين اللي خلوا منتجات الشركة أكثر من 3 ملايين بين تونس والجزائر يستهلكوا المنتوجات هذه شهرياً بصفة متواصلة، واللي خلى يعني الشركة تربح، مش الشركة فقط تربح، اللي يخدموا مع الشركة هما كذلك يربحوا. نتعدوا السلايد اللي بعده، هنا عندها 4 خطوط إنتاج. الخط الأول هو العناية بالبشرة، مستحضرات العطور، مستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية. كما قلنا بديت 12 منتوج، حاليا وصلت لأكثر من 150 منتوج. كذلك هنا فما سوسيتي باش نحكيو على الكريم أبيزون، هي واحدة من المنتوجات اللي هي اللي رقم واحد 3 سنوات متتالية، اللي يعني مهدئة للأوجاع اللي عنده روماتيزم، أوجاع فرط الظهر، مفاصل سينوزيت، يعني تنفع رائعة ورائعة جدا، يعني هي طبيعية فقط تلقى الريزلتا بعد نصف ساعة فقط تهدي الأوجاع. وهذه عندي معها أنا مش تيمونياج، مش 2 مش 3 4 تيمونياج اللي كنت أنا أصلا نبيع فيها ما عنديش عليها أي أدنى فكرة. السلايد اللي بعده هنا كذلك كل عام عندها منتوجات تكون هي اللي رقم واحد في تونس. العام 21 كانت الكريم أبيزانت اللي هي رقم واحد في تونس مختارة من الكونسوماتور، وكذلك جيل نيتويون هذوما اللي رقم واحد في تونس. مش هذيك كهو يعني شركة أربيا ناتور كانت يعني هي في السيرفيس كليونتيل رقم واحد في تونس، يعني مقارنة بالشركات الموجودة حاليا في السوق. السلايد اللي بعده فاش نذير
هنا باش نحكيو على العملات، باش نحكيو على ارباح. اكيد هنا كما قلنا السوسيتي موجوده في تونس والجزائر، بالنسبه للدينار التونسي ماهوش نفس الدينار الجزائري، اللي هي السوسيتي فكرت انه باش تكون فما عمله موحده بين العمله التونسيه والجزائريه اللي هي ارفيا كوين. واحد ارفيا كوين يعني واحد دينار تونسي بالجزائري، الخويتنا الجزائري موجود معنا اي رقم تشوفوه، يعني هنا باش تضربوه في 60، يعني واحد ارفيا كوين اللي هو 60 دينار جزائري. هنا اكيد جدا مش يقولوا كيفاش العباد وصلت ونجحت، كيفاش عملت شي في الدفتر نتاعها السوسيتي هذه، وكيفاش المشتركين معاها كذلك ينالوا المرابيح. هنا فما زوز طرق للربح اللي هي المبيعات الشخصيه وتسمى سمول بزنس. مادام يقول نحن سمول بزنس، بزنس الصغير، اكيد فما البزنس الكبير تو نتعرفوا عليه فيما بعد، خليكم متابعين معنا. تو باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش يتمثل السمول بزنس، باش نعطيكم طريقه بسيطه. كيما تشوفوا فما برفان هذه اسمها حليب، برفان نسائيه شريت منها انا واستعملتها ومشيت للخدمه. كي مشيت للخدمه شموها عليا صاحباتي في الخدمه وقالوا لي يا فيما محلاها هذه بقديش، هي سومها 58 اسي. انا كمان بخصوصيتي وعضو خصوصيتي مانيش باش نشريها كيك، باش نشريها بسعر الجمله اللي هو ب 40.6 اسي، وباش نبيعها ب 58 اسي، يعني باش يكون عندي ربح صافي 17.4 اسي. هنا محلاها على الاخر. هنا دابا السوسيتي تقول لك كل ما تعمل مبيعات شخصية من أول شهر لآخر شهر بقيمة 450 أسي تقدم لك شيك كادو. أي نعم شيك كادو قيمته 100 أسي، هذي ما تتخلصوش فلوس لكن تشري بيه برودويات تدفع كين 200 أسي أكهو، يعني عندك 70% ربح في جيبك زيادة على المرابيح اللي باش تاخذها. هنا ترجع للشخص اللي استدعاك وتقول له قديش من قسيمة شراء نجم نعمل أين ونجم نربحها؟ إسكو واحدة، اثنين، ثلاثة؟ الجواب هذي تلقيها عند الشخص اللي استدعاك. ما تنسيش في البلوك ما تستيدو متاعك سجلوا باش تسأل السؤال هذي فيما بعد. هنا بطبيعة كما تشوفوا قدامكم بالبومب العريض عندك 30% تخفيض طبعا. ننتقلوا السلايد اللي بعده وهو البيج بيزنس. هنا باش نحكيو احنا ما قبل ما نتعداو البيج بيزنس على السمول بيزنس، كل كينا ما نعرفش نبيع وما نعرفش أننا نبارتاجي هذا الكل، لكن احنا حياتنا الكل قاعدين نبيعوا لكن ما نربحوا حتى فرنك. باش نعطيك مثال، سيبوزون مشيت القهوة ولا الصالون، الصالون دي تي ريستوران، قعدت انت في الصالون دي تي هذيك وطلبت ماكلة وعجبتك وشخت بها انت على الاخر هناك وعجبك السيرفيس وعجبك الرابور كاليتي بري، عجبك كل شيء. هنا شخت انتباه على الاخر ومشيت روحت حكيت لاصحابك في الفامي تاعك على الصالون دي تي وعلى الريستورو صالون دي تي هذوكم وشخت فيها على الاخر وقعدت تشكر انت في المزايا في البلاصه اللي كنت فيها. رجعت بعد جمعه باش تلقى دائره المعارف الكل من صحابك وصحاب صحابك انت سبب فيهم اللي جبتهم، لكن انا ما تاخذش حتى كيس ما بلاش. هذايا احنا نعمل كل يوم في الببليسيتي دوبوش الوري من غير ما نخلصوا عليها حتى فرنك. دائرة المعارف نتاعنا علاش بمحبه حاجه كي تعجبنا نبدو نحكيوا عليها. هنا في البزنس كي انت باش تبدا تحكي عليها باش تربح، واللي باش تربحوا اكثر واكثر هو البزنس اللي باش نتعرفوا عليه توا. شنو هو البيج بزنس؟ شنو هي مبيعات الفريق هذايا وكيفاش انا نجم نطور الفريق فيش مفورمين وشكون باش يقف معايا؟ هذا الكل باش نشوفوه. سيبوزون احنا تو باش نعطيو الجراد مانجر مثال، انا موجوده غادي في الوسط احكيت البزنس هذايا على طريقه العمل نتاعو كيفاش تخدموا كل شيء لصديقي محمد الزميلي عزيز لقيتيهم وكذلك الجارتي سعاد، هنا علمتهم الخدمه وانت الرساله على الاخر هما باش يعملوا فلوس زايده على الدخل نتاعهم فيهم هنا يخدم وراهو محمد وعزيز كملوا القرايه نتاعهم وقاعدين يلوجوا على خدمه في ظروف راهنا توا اللي هما ماهمش ملقوش حظوظهم ملقوش يعني الحظ نتاعهم وفرصتهم الاكثر شيء اللي هي مش متوفره في السوق حاليا. كل واحد فيهم عمل شي فردافير، عزيز عمل شي فردافير 3000 اسي، محمد عمل شي فردافير محمد عمل 3000 اسي، عزيز عمل 4000 اسي، ريم عملت 6000 اسي، وسعاد عملت 7000 اسي. هنا السوسيتي مش تعطيني انا كوميسيون تاعي خاطر خدمت معاهم وكونتهم، مش تعطيني البريم تاعي انا قداش باش يكون؟ باش يكون 300 اسي على محمد، 400 اسي على عزيز، 600 اسي
على ريك و700 متقسي على سعاد. اكيد السائل باش يسال هنا اللي موجوده معنا، اسكو انا دخل معايا محمد وعزيز وفؤاد وريما كهو 4 بيرسون، او اسكو عندي الحق ندخل معايا اي شخص من دائره المعارف هذه؟ ترجع للشخص اللي استدعاك وهو اللي باش يفسرها لك بالتوضيح. هنا باش نشوفوا هنا الرتب لي جراد اللي موجودين. لي جراد باش تبدا فما لي جراد جونيور. شنو هي لي جراد جونيور هذيا؟ باش يكون الريفينيو نتاعك ما بين 100 و 200 اسي. الجراد سينيور باش يكون الريفينيو نتاعك ما بين 200 و 400 اسي. الاكسبير ما بين 400 و 700 اسي. الليدر ما بين 700 و 1000 اسي. المانجر باش يكون ما بين 1000 و 2000 اسي، اللي هو الجراد مانجر. واللي انا كي دخلت وقتها حكيت مع الكوتش نتاعي قلت له انا زيرو معارف زيرو كونتاكت ما نعرفش نبيع وكيفاش باش ننجح. وقتها قال لي مستعد طبق سيستم، وبديت نطبق في السيستم هذاك اللي يخول لك ما بين، كي بديت نخدم اللي ما بين 9 و12 شهر قلت له في 8 شهور. اي بان بديت نطبق كلام الكوتش نتاعي بحذافيري. كل شهر الجرادات اللي تراو فيهم كلها، كل شهر نطلع في جراد، وكل شهر في معاينة، وكل شهر مش هذيك تهو نزيد نعاون ناس من دائرة معارفي على الاخر، نعاونهم بالفورتينيتي هذيا ونقترح عليهم البزنس ويعجبهم ويخدموا معايا وحاطين ايدين في ايدين بعضنا. والاحلى من هذيك الكل كي وصلت لجراد مناجير ما وصلتش لوحدي، وصلت الفريق نتاعي اللي وصل للسينيور للاكسبير للليدر واللي معايا في المناجير، والشهر اللي بعده قاعدة كلهم تطلع دي مناجير. احلى من هذيك الكل مع طلوعهم في المناجير قاعدين يربحوا في فلوس ويتعلموا في مهارات زادة. وهنا المناجير مش نهاية للربح، لا بالعكس هو بداية الربح لك، لأنك أنت لما توصل مناجير كما قلت لكم أنا وصلت معي في الكيب متاعي وصل مناجير. كي توصل أنت بشركة متاعك باش يوصل لجراد مناجير، باش تكون أنت مناجير أرجعين عام، وتكون الريفينيو متاعك ما بين 2 ملايين و4 ملايين. أي نعم، مناجير روبي يكون معك 4 مناجير ويكون الريفينيو متاعك ما بين 4 و8 ملايين شهريا. المانجر أور يكون الدخل نتاعك ما بين 8 ملايين و14 مليون. مانجر ديامان ما بين 14 و20 مليون. ديما ما بين 14 مليون و20 ألف أسي. هنا مانجر إمراد ما بين 20 ألف و30 ألف أسي. وأعلى جراد والمزيان وكلنا نطمح ليه وبإذن الله باش نوصلوا له أكثر من 35 أسي، يعني أكثر من 35 مليون. أكيد جدا اللي حاضر معنا توا باش يقول لك صحيح، اسكو موجود الجراد هذايا؟ اسكو الناس وصلت له؟ كيفاش وصلت له؟ كيفاش اصلا انا نجم نوصل له؟ اسكو ثم عباد وصلت له نجم نشوف تيمونياج نتاعها؟ هنا نقول لكم ارجع للشخص اللي استطاعك يقول يبعث لك الفيديو بتاع مدام سوني الستيتي اللي تكرمت في شركه ار بي اي، يعني في سير سوسياتي دار شعبين فهري، وتسلمت لها. أو باش نقول لكم شنو تسلمت لها زادة، خاطر فما جوائز مزينه على الاخر، ما نحبش نقول ما نحبش يعني نحرق المراحل. هنا دخلت انت لجراد باش تطلع لها مناجير، هنا باش تربح تعطيك سوسيتي شيك كادو قيمه المناجير 400 اسي، مناجير ارجون 800 اسي، مناجير بي 1200 اسي، مناجير اور 2000 اسي، مناجير ديامون 5000 اسي، ومناجير امراد 8000 اسي. هذا زياده راهو على الريفينيو اللي تربحوا. هنا دي شيك كادو تعطيهم لك سوسيتي في سيرموني تكرمك فيها وتكون مسجله صوت وصوره، اللي انت بعد باش تكون شيخ بها على الاخر. مش هذيك كهو، هنا الجراد اللي حكيت عليه مانجر سفير كي توصل له انت السوسيتي مش تعطيك فلوسك هاو وتربح فلوس زياده على اكثر من 35 مليون كل شهر. توصل وتربح بي ام دبليو سيريو اللي هي قيمتها بالدينار التونسي اكثر من 150 دينار تونسيه. احنا الناس كلها حطتها بين عينها كيما حطتها زادة مدام سوني الوسليتي. واطلب الفيديو احنا بتاع تكريمها وتسليمها للبي ام دبليو سيريون، وباذن الله تبدا البزنس معنا ونعلموه خطوه بخطوه باذن الله باش يكون توصل من يعني من 4 ل6 سنوات توصل تعمل البي ام دبليو هذيا باذن الله. سلايد اللي بعده، هنا السوسيتي ما تكتفيش انها باش تقدم الجوائز الماليه او باش تقدم السياره اللي ياخذ البي ام دبليو، عندها رحلات محليه، عندها تخفيضات شهريه واللي احنا توا متمتعين بها من لو دو حتى لو كانز، نجم انت تبروفيت وتستغل الفرصه هذه. زاد كذلك فما رحلات عالميه. شنو هي رحلات عالميه؟ كل عام السوسيتي تحط جائزه رحله عالميه.
اسمها حتى جايزين رحلتين، الرحلة الأولى اللي هي بالي وتركيا أمين طو، تكون أنت بين 30 أوائل في شركة أربيا، والجائزة الثانية اللي هي كذلك من 30 رتبة ما بين 30 حتى 110 باش تكون تركيا. فقط نجم أنت دخلت اليوم وسجلت وتخدم وتطبق في سيستم نتاع ريفولت تيم اللي باش نحكي عليه فيما بعد شكون ريفولت تيم هذايا، اللي هو تنجم توصل توصل الجراد هذيك وتوصل الجراد مانجر واكثر من مانجر وتوصل تربح الرحله هذيك. اكيد جدا مش تقول كيفاش انا باش نكون موجود، كيفاش باش تكون نقطه البدايه وكيفاش نبدا نكون معكم. انا نقول لكم البدايه باش تكون تبع البطاقه الشخصيه نتاعك للشخص اللي استدعاك باش يعمل لك تسجيل مجاني. بعد ما يبعث لك تسجيل يعمل لك تسجيل مجاني، يبعث لك الكتالوج نتاع لي برودوي اللي باش ينصحك بهم ويقول لك شنو هي البرودوي اللي استنفع بهم. باش تختار من 6 ل 7 8 برودوي يتعديهم قيمه من 80 حتى ل 100 اسي، يعني 80 دينار تونسيه حتى ل 200 دينار تونسيه بالدينار الجزائري، من 480 ألف حتى الألف المليون، يعني ألف يعني مليون ومئتين ألف بالدينار الجزائري. كذلك تتحصل على كتالوج مجاني والتوصيل أول مرة كترحيب من السوسيتي لك أنت باش يوصلك التوصيل مجاني للمقر السكن نتاعك بإذن الله. كما قلنا التخفيض عندك أول مرة 20%، مش يكون أول وآخر تخفيض في حياتك بنسبة 20%. أنا ليش نضحك هنا؟ خاطر فما برشا عباد كيفاش أول وآخر تخفيض في حياتي، لأنه الكماندة الثانية باش تكون بداية من الكماندة الثانية عندك تخفيض ب 30%. كذلك زيادة على البروموسيون اللي موجودة توا باش توصل حتى 40%، ومعها الشيك كادو توصل تفوت حتى 50%. هنا نتعدوا السلايد اللي بعده وقتش نبيك. هنا كيفاش نتعلم؟ اللي عطيت انا لمحه من قبل في بدايه البريزونطاسيون اني تعلمت وما كنتش نعرف، ما عنديش دائره علاقات نتاعي، وقرايتي انا بعيده كل البعد على الماركتينغ دو بوش الوري هذيا، ما عنديش عليها ادنى فكره. ماش باش يكون عندك اول حاجه باش يكون عندك كوتش بيرسونيل، مدرب شخصي. احنا الكل هناك لحضره ريفولتين. شكون هو ريفولتين؟ ريفولتين هذا عنده خبرة في المجال التسويق هذي أكثر من 12 سنة خبرة، اللي هو بشي يمدك بها ويعطيك على طبق من فضة زبدة الزبدة. يعني ما تبديش تكسر في راسك وكيفاش وعليش، كل شيء بشي جيت على طبق من فضة، فقط تسمع كلام الكوتش نتاعك. عادنا البريزونتاسيون يومية في اليوم، واليوم عادنا ماراثون البريزونتاسيون. كيف الليلة عادنا يعني بريزنتاسيون دي ماناجير، غدوة كذلك عادنا اثنين وثلاث، وعادنا خميس وجمعة وسبت دي بريزنتاسيون شاك جور. كذلك عادنا لو مش نعاونوك انت شريكنا جديد اللي مازلت ما عندكش الطريقة، يعني كيفاش باش تقدم البزنس هذا، كيفاش باش تعرضه احسن طريقة وبساطة على النت اللي من دائرة معارفك. كذلك اش عندك تدريبات اسبوعية، هذه تدريبات أسبوعية كل نهار أربعة من 10 نتاع الليل لحداش ونص تاع الليل، باش تتعلم فيها المهارات، والكوتش نتاعك زاد باش يعلمك المهارات وتزيد مع الجروب هذه توضح لك الرؤية وتشوف عدة قصص نجاح. عندك كذلك كتاب البداية اللي هو ريفولت ستارت، والخطوات الأولى اللي باش تاخذهم يبعثهم لك الكوتش بيرسونيل وابعث له الميل، وبعد عملية التسجيل نتاعك ويبعثهم لك هذوما على الميل نتاعك وتتعلم منهم، وأي حاجة ما تفهمهاش ترجع لكوتش نتاعك. خلاف هذاك على الليدرشيب كان مخيمات تدريبية لتير أونليني ولا في الفيلم الوثل اللي كنا باش نعملها احنا 10 و11 جويلية، لكن أجلناها لأنه الوضع الصحي توا والكورونا، يعني ما بعدوة كبيرة ما نجموش نتقابلوا، يعني حكاية 200 شخص في وتيل وصالة مسكر علينا. احنا باش نكونوا لنهارين الجايين موجودين فيرتيال ما على الزوم ومتلقاو التدريبات هذه، لكن بشروط معينة اللي باش يحضروا فيها أكيد في جراد معين. هنا نطلق تعدل السلايد اللي بعده. هنا كانت شركة أربيا فعالة في المجتمع المدني الكونفينمون اللي فات، بدل يعني قدمت بدلات طبية للطاقم الطبي، كذلك قدمت للبريد التونسي يعني دي بافيت أكثر من 50,000 بافيت، كذلك ساعدت الممبر نتاعها الشركاء نتاعها اللي كانوا في مشكلة اللي ما نجموش يعملوا مبيعات. تخيل أنت ايش عملت معاهم، اللي كثير من الشركات سكرت الشركات نتاعها هي صبت لهم الكلمات قبل أصلاً ما يربحوها الكلمات هذيك وبش تعاون. هنا بتصدقوني
بدني قشعر توا على اللي عملته أربية مع الكيف نتاعها، وديما على تواصل، عم ديما ما احنا متواصلين معاها، عادنا نقولوا بوابه نتواصلوا مع الشركه ديريكتومون، اي اقتراح اي مشكله عندنا هذيك عليه شيء خذت سيرفيس كليونتيل سيرفيس هي رقم واحد في تونس وهي جديره بهذيك. نمشوا للسلايد اللي بعده. اكيد جدا انت حاضر معنا هنا بتقول شفت خطط الدخل، المبيعات الشخصيه، المبيعات الفريق، الفلوس الضخمه اللي هي تحلت تعيني عليها، اسكو فعلا في تونس فما عبيد قاعده تخلص توصل لها الريفينو هذيك وتخلص في المونطون هذيك وتوصل للنتائج والارباح هذيك. هنا مش انا اللي باش نحكي على هذيا، باش نعطيكم اكزامبل نتاع انسانه حربيه معنا في الجروب اللي هي بدات وتحدد كل الظروف وتحدد كل الصعاب انها باش توصل، توصل للجراد مانجير، ومش هي وحدها باش توصل للكيف نتاعها. باش نقول لكم اللي خلاها نجحت واللي خلاها مكمله في النجاح، وباش نقول لكم شنو هو الفيزيون نتاعها. هذا الكل مش باش نحكيه انا، باش تحكيه كوتش ريم الرحالي. تفضلي كوتش ريم. عسلامة كوتش ايمن، عسلامة ضيوفنا الكل التوانسة والجزائرية. نقدم روحي قبل كل شيء، ريم رحالي، عمري 28 سنة ونخدم في دومين الطاقات المتجددة. اللي يسمع الاسم يقول دومين معناها طيارة على الاخر، صحيح دومين طيارة على الاخر، اما البريفي يستغل ونخدم في البريفي، وزيد معناها ظروف الكورونا وكل ظروف الكورونا زيد معناها حرمتنا ميسي فونس تعرضت علي الفكرة هذه خاطرني بالرسمي كنت نلوج عليهم، كنت نلوج على ناس يعملوا في فلوس، كنت نلوج على opportunity واحدة أخرى بخلاف الخدمة اللي نخدم فيها، خاطر شهرية واحدة ما توصلش، وزيد في البريفي وزيد الفلوس اللي ناخد فيها ما هيش في مستوى القراية اللي قريتها. دونك في تعرضت علي الفكرة هذه، دخلت البريزنتاسيون، تبعت للاخر، كنت مركزة، حطيت بحذية كراسة وستيلو، ديجا البريزنتاسيون بقيت نستنى فيها بدقيقة ودرج، تبعتها للاخر وقلت كيف ما الناس هذوما معناها يعمل في فلوس، انا زادة باش نعمل فلوس. دونك خذيت القرار، قررت باش نبدا، وبديت بدايه معناها قويه، معناها خاطر احنا في التريسيتي عندنا اللي لازم موتور، لازم كورون دو ديماراج قوي. خممت هكاك قلت لازمني ديماراج قوي باش نوصل في صوب القدا، قلت يلزمني نوصل للنيفو باش اني نوصل نعمل فيه فلوس كيف الناس هذوكم بالرسمي، خاطر لازمني فلوس. وحديت الأوبجيكتيف متاعي وبديت ناخد فورماسيون ديما، للي الحمد لله يا ربي وصلت لجراد مانجير من با معناها في أقل حتى من 5 شهور. تخيل مانجير يطلع في وسط الشهر، معناها ركزت على الأخر على الأوبجيكتيف متاعي للي وصلت مع معناها الحمد لله يا ربي. عملت الدوبل متاع السادير متاعي، نحكي لكم معناها في الانترفال متاع 1,400,000 و 1,700,000 به الدوبل متاع السادير متاعي. ومازلت نطمح راني، مازلت باش نكمل نواصل ونطلع في الجراديت ونطلع في الكوميسيون متاعي. انا اليوم معناها جيت حبيت نبارطاجي معاكم الاكسبيريونس نتاعي، خاطر بالرسمي معناها ابار كوتي فلوس لقيت روحي انا ملول كيف دخلت. كنت معناها في ديبريسيون كورونا وكل، وواحد قاعد في الدار معناها حتى مورالمون تفرهدت، لقيت لي فورماسيون تاع بريباراسيون مونتال، لقيت جروب معناها اثرني، لقيت تعرفت على ناس جديده على صحاب جدد.
بديت معناها كيف نخدم، خدمت شوية ومن بعد تعكرت صح شوية، لقيت صحابي معناها، لقيت فامي أثرتني معناها مورال معاوين كريم، صحوي كريم بالرسمي، يدخل في فامي كبيرة والحمد لله يا ربي. ملول ما كنتش نعرف القيمة متاع الكيب هذا، ما كنتش نعرف القيمة متاع الجروب متاع ريفول تيم. الجروب هذا اللي برسمي معناها عطانا كادو يبرتاجينا في الاكسبرينس نتاعو متاع 3 سنين، فرحانة على الاخر، فرحانة بالخدمة، فرحانة اللي خلاني توا عام وشهر نخدم في البزنس هذا وما سلمتش الجملة، ومازلت مكبشة في البزنس ومازلت مكبشة في حلمتي. اليوم حاسيلو جيت حبيت نبارطاجي معاكم قصتي، هذه هي كانت قصتي. دونك حبيت نحب معناها نسألكم شنية معناها قراركم في وسط الوضع اللي نعيشوا فيه توا تونس، ربي قدر الخير، وبرا برشا ناس معناها خسرت خدمها توا سورتو كونفينمون، صيف ناس تستنى في الصيف باش تخدم، برشا ناس معناتها خدمتهم سيزونيير يخدموا كان في الصيف. بالرسمي معناها هذه فرصة جاتك اليوم باش توصل تعمل بها فلوس، باش تكون لك معناها مصدر رزق، يكون لك معناها ثاني وإلا هو بيد مصدر رزق، خاطر فما ناس تخدم في الخدمة هذه أكهو معناها مش حتى امباراليل مع خدمتهم وإلا مع دي مع قرايتهم، فما ناس بالرسمي تخدم فيها قلب ورب وريزلتا بطبيعة باش تكون أكثر، باش تكون كوميسيون أكثر، خاطر خدمتنا على قد ما تعطيها وقت، على قد ما تعطيها فلوس. وانا اليوم معناها كيف نحب نسألكم، اسكو معناها أما أسهل لك أنك معناها تخلي روحك تعيش منعرش من غير حتى فلوس وإلا بشهرية واحدة، وإلا هاك عندي شهرية في الإيتاتيك مسمار في هيت ميسيلش، وإلا توصل تحسن ستيل دو في متاعك، توصل معناها تحسن من ظروف عائلتك، نعرش كان عندك مثلا واحد قريب عليك على الاخر وتعزو على الاخر، نجم بالبزنس هذا تبدل له حياته، نجم مثلا تحسن له ظروفه، امك بوك اي شخص معناها عزيز عليك، خاطر فما ناس بالرسمي زيادة من البزنس هذا وصلت معناها بعثت والديهم للعمرة والى للحج، فما ناس معناها وصلت انها تعايش معناها عائلتهم في الكونفور، داويهم كيف في الكونفور، علاش يمشي يتمرمد في السبيطارات، فما الفلوس يمشي معناها بالكونفور في كلينيك وكل. اما اسهل لك معناها انك تبقى تعيش في الوضع الحالي اللي انت عايش فيه، فلوس ما فماش، خدمة ما فماش، حتى اللي باش يمشي لاجع على خدمة ما فماش. طلبت انا نحكيك بيرسونيلمون، طلبت زيادة في السالير نتاعي، قال لي انا زيادة باش نقص لك ما عنديش فلوس، كورونا حسيرو كل شيء كورونا كورونا كورونا، وربي قدر الخير وكهو. نحب زيادة معناها نسألكم كيف واحد تكون عنده مثلا تكون عنده مثلا طاولة وطاولة هذيك رخت، عندها سيج واحدة وسيج هذيك رخت، دونك تطيح الطاولة الكل، كيف معناها كيف علاش مثلا دار كيف نبنوها نعملو برشا عرس، هكيك زيادة المصدر رزق، هكيك زيادة السورس متاع الفلوس، لازم تكون عندك أكثر من سورس باش توصل تحقق الحرية المالية. كيف رانا الكلنا نعيشوا في 24 ساعة، الكلنا عنا نفس النهار نفس الليل نفس كل شيء، علاش فما ناس تستغل في 24 ساعة متاحة تقسم في وقتها حتى بالكانز مينوت، وبرشا ناس وقتهم ضايع معناها في الفارغ، الناس اللي تقسم في وقتها معناها ومستغلة وقتها الكل وفي البيزنس نتاعنا يعملوا في برشا فلوس، وفما ناس معناها ضايع في وقتها وصلت لي ترزا كونيكسيون هكيك بوريا مهيش تعمل في فلوس، دونك ماهوش ذنبك انو خلقك ربي معناها فقير وإلا من الطبقة المتوسطة،
ذنبك انك معناها تضيع في وقتك باش ما توصلش تحسن الظروف نتاعك. مادام فما اوبورتونيتي، مادام وصلتك الاوبورتونيتي اليوم، راهي ماهيش بالصدفه، بالرسمي معناها سيني من عند ربي باش توصل تاخذ القرار وتبدل من حياتك. كنت امنه ديريكت عن سي في والا عن بوست؟ انا هكا كملت. اوكي كوتش ريم، يعطيك الصحة على البريزونت، على التيمونياج نتاعك وعلى الكلوزينغ، ميرسي بيان، عفتنا جميعا. هنا يا حضور الكرام، توا الخط عندكم انتم، احنا قدمنا لكم البريزونتاسيون، عرضنا عليكم الفرصة هذه، الخط عندكم انتم هنا باش تسألوا اي سؤال.